بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنكو بلابا يا إن شاء الله دعوين أو سيدة عددة أه مركز تانكو بلوضة سي إلهي سبحانه وتعالى مراد كان هو أقبله دعوين كاس أنكو بلابا يو وحاوقو هوري يو داد بضان أيا حنونا هايو ما لبضان اللي غلصو حريري قدها ودن كمراكن كيدي بدبا وحان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحان داد كاسي أو كلا دون أو كلا حنون دون أن أقودو عينينا دعا خاصة آمين إلى دها أنو يستا إلهي سبحانه وتعالى دعا دود إلهي أنو أقبله وحان إلهي سبحانه وتعالى أوي ديننا بسم الله والحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أذهب البأس رب الناس، اللهم اشفهم، أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. اللهم إنا نعوذ بعزتك وبقدرتك من شر ما يجدون ويحذرون. إله حنونك كقات، إله حنونك عافمات بوحا بدل، إله عافمات دقدق أهسي دتك حنون هذا خطرت هايو. إله سبحانه وتعالى دوذ أذا قعتك هايو. إله الدوي، إله سبحانه وتعالى كن فيكون وحكو الدويسا. إله كن فيكون أده حنون هذا نوع دونت نوع دون ها هذا إله أنت حنون صن أو حنون هذا دردرن هاي ولي أو سجون أصعد صدي نين سكر هذا ولا يسوع شيخ نقول الكيسة أو كريها نك كوضع الإنتان إله كريها أنه ليسي إله حال يسوع شيخ قبل حنون خاصة كل عي أو جرك الرات كوي لنا يمسكح ذا المستقبل كذا إله حنون كسرن كوضع قات تدا يا حنون هذا كورونا فيروس كل عي إله حنون كاسك قاد إله أجبد العافمات بوحة إله أجبد العافمات بوحة ودقدق شفاء كاملة يا رب العالمين. ضدك مرادك له إله مرادك النو ذا سهل إله النود الدجي إله مراد الخير كيال هدي وحن ويدي سنة وحك خير بضن أجره إله وحك خير بضن أو بركة له إله أجبد ال ضدك عرورت له إله عرورت أنا باريال كوضلك كون دقي سنة يو هديك كون دقي سنة يو نبي قال سندي سراعة عليه الصلاة والسلام وقدم بنتي قفل بكربة عليس هست إله سبحانه وتعالى كربة عليس كقات إله هدرتان كقات. اللهم آمين اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درسنا ما توحو كساب سنة هاي فضل كوي طبعا معلومات وأن شيء دانو شعبان كواكسو هذلنا إن الصوم فضل أولي هاي أسبوع كهر هذا وحن كهادينا كوي يتوان معلومات أو بيل والبا إنات كسونت هدي آت سونت بيل والبا شنفا إذا أدهلي دونتو عن كهاد لنا إلا توان شن يتوان دقيقة أو بدنا نكو سو كوبايا وحن كلو كهاد لنا كدب إلهي إذن كيسا صلي النبي عليه الصلاة والسلام ولي قاسة نحماش كو سو قريقف كي توان كن أو جار نبي كو صلي مالي والبا محو هلايا بكشكينا أيضا هدي وقتك صوهر سؤالها وفرنا هدي أو وقتك صوهر وأينا مركاسي وإقرار لها نيسا وحان ربا مركور إنا نكو بلابا وددك أنقو بشاري دين تين إسلامك إنا تهد دين دمستران وإلهي أولهي سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم ما أنت في سورة المائدة آيات سورة المائدة أي كجرتها وآيات قوي مواية علماء قارق في أوت المامة سوقت وحيت المامة دين لما يستيران أن وحبا أن كمقنين عد كلا وحد وقبا حنتهاي ما لهن وحي أن دين تل آيات كه ليس وحال غربا أو كريا صدح شيء إن أد برانته إن أد كل قنته مركات كل قنته راح هذا أد قشه نعمة وايا تتكلم على إنها تبرتو أو الدين تاعت أشاكتو دين تكون رقم كذا راحة وايا النعمة تتكلم كل رقم منا دين تا
وحاحست دبات الدون اي اخره مرك الدين تصوح والبقي كل حجران انك هاد لنا نبي عليه الصلاه والسلام حنا قدر دارمي ما المكل الدون او لسوميو لكن حرامات انا دي حسوسيو كويت ون مالموت رسولك وسوم جري وانا اذا شرح يا وحيين كويت من كاس مالموت هداد دا انتو جركاغا مسكح ضاضة قلوب تاضة إيو وح والبو إلهي سبحانه وتعالى وكو أبو رضن إلهي وحك حرينا يا رب كست إي عليس كست إي عذر كست قف يو أو عافي ماد له أياد نقونيسا ويلي وحامات إذن الشيار قرينا يا تجربة أو قالة سميسي صونك مسلمين تي سميا ما أنت وحيا بدنا إذن شيئا يا وانا اذين درايا قف كي ربا وحاس انو سو بارو وحان اذين سينايا جامعة دراسة سميسي او سونكو كو سميسي ولي سون كان سو شيق دون كي رمضان كي سوى معجزي ايو كرامات وطو وحان كهد لنا دو الهي رادو مركلي لكن ما انتو حان كهد لنا كو ايتو المالموت او لغا او نبي عليه الصلاة والسلام او كدر دارمي ان لصومو بالولب كو ايتو مكاس مرك محييهين اثنين يا خميس انا تصونت نبي عليه الصلاه والسلام حديث صحيح او امام الباني وصحيح يا لي ايا وحويري عليه الصلاه والسلام وكدر دارمي اما عائش وحيتري وسوم جري رسولك عليه الصلاه والسلام يوم الاثنين والخميس مالنت اثنين يوم مالنت خميس مركاسا وحيتري ويقول وحودي جري إنهما يومان واللبما الموت أو فيهما أو دحدودة قال هذا يومان واللبما الموت أو مركاس محادة عاية تعرض وحال صوبا دقا فيهما الأعمال على الله لبدا اسم الموت دحدودة إلهي أي أعماش الله صوبا دقا مركز رسولك عليه السلام وحويري فأحب وحنجع لهي أن يعرض عملي عملك إلهي إلا تصيه وأنا صائم أنا صوما كور عملك على قاضة يا مال سنين إلها لا تصينا يا حال لي هي قبل لي إرادة فرحية عبد الله إله عملك إذا واك مركز الملائكة وحليهن إله وحنكو قدرنا عمل كان هدا انسو بندغينو غبداسي حدرتان وي سومنتا حدرتان وي سومنتا فيريا وي كدوانت هي ان عملك الهي لا هردغو marka الهي marki لا بندغو لو بندغا عملك او لا ييراهدو وينا سومنتا هي عملك او marki hore fiicna الهي سبحانه وتعالى صدح كو سمينايا كو وحا دحيسو أعماش هذه حسنات كيس إلهي نبركي لبا صون كما أنت أسأسو تأو عملك الله لغايو انكر لغوكو قاضو أنا هالدرجة أو كرئن لغو كارسيو سدح وحي حمان أهنا إن لغات ترتيرو اثنين كستو يا خميس كستو مركا وحان شيك دونا قود أهان مركا هدين لبا مالموت أكسون تو أسبوع كستو وحين قنيسا سديد مال موت مركا ميقا سوهرت كوي تونك سدحا سوهرت او سدح مال موت كالشيخ الشيخ سدح مال موت كلا وحواي حديث ايات جرو ابا هرير رضي الله تعالى عنه اوصاني خليلي صاحب كيغا وحوي ودر دار النبي يقول لجي عليه الصلاة والسلام ان سدح مال موت بلو البان كصومه حديث كلام النبي يقول عليه السلام ابا ذرو أبا ذر ولا هذاي هادات سوميسيت أنا رمضان كلا ما هذاي مال ما هكلا هادات سوميسيت صدح مال موت هي سنكاتي من وداي صدح إيه تبانك بيل والبو أفري تبانك يشان إيه تبانك مقع لو بحي نبي وحو بحي أيام البيض مال ما عد عد كا مال ما هسو حواي بشاب بحسنته افتين كذا حوق بضا مال مقلول كأدو افتيني حواي ماشي أجوك تبا مركب بش شعبان سان أم بلونه
بشارة إذا هنا ولي وقت يعني حسنا صدح اسمع الموت قرمي كو بيغن تهي ما أنت بشوى كوي طبعا خميس تبريتو اللبية طبعا مركا حكب الله ميسا قرما جمعها واسومي كرتا ما أنت رسولك وضوها الله صوم هذه جمعة كو بيغنا تحت واسومي كرتا جمعها سبتيغا يا أحد صدح اسمع الموت واسومينا واصن نبي عليه الصلاة والسلام قدر دارمي لور أحاديثك قدر دارمي حديثك أبا هريرة حديثك أبو ذر إيه معنا قفك لا يوحوك إلى الصوم هدات صوم يسيد ما ننت سدحي توبناتك ما ننت أفري توبناتك ما ننت شني توبناتك بلو البقى سدح مركا قدر تسديدي أن صور شيء وكوي توبن كوي توبن كاسي مركا وحان ربا أفر ويوذو وذاقان أفر فائدو أفر حلنا وصير قارة وكو قرصون صدح ده مالمو اسحيقة ايو مالنتي والاتي افر ساعدود مالن كالو كدر لاتي افر ساعدود وافرت وسديد تنيو وحاول حملو جيدا وافرتني سديد افرتني سديد ده كدر تو لاتني افر وتضباطني لابا ساعدود مركو حان ربا تجربة او علمي لسمينا ايدين شايو مركو اسرارتا ايدين شايو أسرار تكون جرتوه معلمها أول سوما يو خميس يو سنين تحي قار لا تهي عمل كاق إلهي لوبان لغاية واكو لبا نبيغ عليه الصلاة والسلام هدو وحن كهاد دونا سليغ نبيغ عليه الصلاة والسلام قفكي ربا إنو أركو عليه الصلاة والسلام اللو مدو حشيغان سدح الصفو سونكا لغاية إلهي كو إنو ويني النبي عليه الصلاة والسلام واحترامه لبا إن سنة النبي عليه الصلاة والسلام النبي شخص أهان إنو ويني واحترامه لبا أيوة مدية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لبا إن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونوليسيو نوليسيو مركي اللي قرأت لبا معنوها كو هديتها سنة أن دتك أن كلك من إنه دتك تصية سنة أن الله ضيعي أو إنه لويسيو أو صاصاره أو دتك أو تصية أو موجيو هذا سان كسد حمار موت أو كل دتك بدنا ما صامان دتك حيت مامان خميس سنين لكن بدنا كما هذلان علوم ذا لقيا وين سان تو أما مرمر إنه كهذلان هكذا دتك مع عديستان سد حمار موت مع عديس سوماليا تجي مدة أساس أول دايرين وحارك دتك بدن كذا خميس صامان لكن ما لنستحي طبناتك أفري طبناتك شني طبناتك وحش ومن ويريه مركا كو محان لهاني رسولك شخصيا إن لو وينيو لبا إن نبيك عليه الصلاة والسلام سندي صلى الله عليه وسلم أو أهم المها الصون كذي يسدح وحا أسرار ما شكو جرتها داسة ما يسو أو هدون أتكو قبي دون تصليق النبيك أو أنشيقي دونه إنا مد استحاد وحواية إن سنة النبي عليه الصلاة والسلام آد بارته مرك علماء ويك لقبيا مرك خارق ومرنا هلاك كديان مر روح دهان سيرة النبي نلاش النبي براء مرنا واحد دهان معنا ويك لا صار واحدين نلاش مر النبي عليه الصلاة والسلام أو سيرة أه براء يوم الكاسي واحد دهان أحكامته يسنوين كالنبي عليه الصلاة والسلام أو سجونه وقدر دار من براء مركوا شقوا هالكاس صوتوا واحدا أجنكم رقم كرتين وعلمي أباهمته مرك أنت عسي مرك حان ربع هذا نصوص شيء مرك محي قار لا تشنتي أسرار شيء جايا شنتي أسرار عندي شيء جايا كو وحي قار لا تهاي عمل كاجا إن إلهي سبحانه وتعالى الله بندقايا مركو حد أوقات تضرب معلومات أو معلومة إلهي أبوري إن يجرت مارين خاصة أو واحد سمي سو حمانة واحد سمي سو ناقة واحد كو هذا الشيء ما أنت نينا وح نينا وحده هاي مارك تي حبل أو أنتي واع فيي دمبي وينو إيجا قلي وحناي نصيب على هذا سبب تعداد عفيس أدنى إلهي وكو عفين أيا هدا عفين ويسنا حقا أول هذا لكن خوفك صدق إلهي وهرتجي عقابه كجراب مر هذا ظلم الجلي لا حال يري لابا محكمة ضاد جرت لكن محكمة دوينت وآتي قيامها عن وذا نقيني هي محكمة ديري هذا هذا أو كله
قفك حكمنا قد عاي ولغو عقابة قبر القديس أما جن وقلع روضة من رياض الجنة أولا نبيك عليه الصلاة والسلام وكذا الظلم سميس وكذا هذا حلال وبين حكمه بلا عقابة حكمه بلا مس أما قفك أوسن قعفين عقابة حكمه بلا مس أما قبر قشو تيوين إدنو سوغيسا وآه حسابتي لكن مركا دي مطبو إلا دهور تاغنته إلا سبحانه وتعالى حقي سآدي حكمك مركز كوكو بلاما يا مركز أما قبرك لوكو عذاب أما قبرك جنة كوكو على كل حال تنكوات محالة هنا أعماش هذا مركز مالين وحاجر تقو لبا معلومات حاجر تقو قارة تضبط معلومات كاميدة أو أعماش هذا إلهي لهور جينا هبل أما هبلايو هبلايو إنا هبلايو وحاسي السماي سويقان مركز علماء ذو حالين لبا معلومات دي لبنبقى يا مركز معناه ذو حواي السنين تمرك لبن ديقو أعماشي هذا نوح كسو ورجنيسو ثلاثة أربعة هذا نو خميس تاع إلهي سبحانه وتعالى عمرك لهر ديقايا إلهي وأجه لك وشقة ملاك تلوسمي ملاك تهدس حلاب هاي وحنا كقرني بين تانو الشادي وحنا وحضي وحنا ودعي كي خير كبدنا ملاك تحلين صدق هذا المعلومات أما لبضان المعلومات ثلاثة أربعة سرادوسم أنت أسو سرادوسمي أنت أسو صون وصومي هدي دت مالك ناف كصامة أو كله أنت سو قرآن وأخريي أنت سو وردي وأخريي ملك سرت كواد حواي أعماش ملك حداد فهم تسير تعسي قف حجاكسن أو توسن عاد نكون يسوس إلى ليناية إندي يس إلى ليناية عرب كيس إلى ليناية أنت سن هدي دجها إلى ليناية أنت سن هدي أنت سن دجيسن أو حن ما دجيسن كرتام كوب أنا أنت محلال با مال أنت سن آدم إكفي سن يس أما أنت سن آدم هدول ويليه مرك أنت عصاي كو سرتاسي أقومات لبا وحساب أطهي سنة النبي عليه السلام أول النول يسيو وحساب أطهي النبي عليه السلام أنكو بلابات النبي أول وين يسيو وحساب أطهي وامد لبات النبي أول وين يسيو وحساب أطهي النبي إن أركت أرياءت كأركت وحان شيء جدا أن هذا مرك سليق النبي الآخرين هايو أسباب كيني كرتو أما فعلها داد سميسو وعلومة الصالحين تأي تجربة آهان أسميين لكن شرعي معه شرعي معه وحمد رجل مركاسي إلهي سبحانه وتعالى ستوس أه ميلو كشي ذي معهن أما النبي عليه السلام ستوس ميلو كدهي مالهن ووضح يدا وحا سميسا وإي أركيسان لكن هل أرنو نوشي رسولك من رآني فقد رآني حقا ساسو دهي qofkii aniga arko riyo igu arko si dhab u ii arkaya oo jannadi aan ku wada kulmayna marka ahlu jannata nabiga hada arko marka maanta siraan sheegayna oo nabiga lagu arki doono insha Allah dhamaanteen aan rabno inaan aragno ilaahana waafajiyo marka koo waxaan dhahay tacdiimu rasuul sallallahu alayhi wasallam waa sir oo ku jirto ah soonka marka aad soomaysid 11 ka maalmo aan soo sheegay in aad weynayso nabiga sallallahu alayhi wasallam صدح صدح أو سر كجرت حواية مركات كل رقم يسد سنة النبي عليه السلام خاصة مع المهاسي أو صان كأ ولي سجود عافمات كأ حديث أجر صومه تصحه صوم وعد عافمات قف بقف كسوم بدنيه وكعافمات بدنيه قف بقى قفك وكسوم بدنيه هاي وكعافم بدنيه. مركا قدر مركا عافمات كاسي وال أجا مركي خرق. لكن وحن شيء جايا سد حدا معلومات جوني أهان الله صومه تضواتني إلا بس عضات وحاجرته سروين إلا دتك خار كذا وحرب إن أنا إذا كوب شاريه. نقاطير تقارك ذو حدن كورونا فيروس ما بقول عايب صدق ما المط قف كسوه صدق هذا ما مسكو حكت محسن وجود عينه مرك الكورونا فيروس قف كإنه كدعه بلا يقدرت سوى جوني لكن محاك هنا جيك كورونا فيروس إحنا ما دام وياه فيروس خطرة مركو صور الربا أنا نيف خبشيء قفع إيوه وحيلس مرك جيك مركو صور الربا مسك عابين كره مسك علين كره لكن جيك خارك ذو مسك علين كره ضد حاجة تهرت هذا ما نكتي حودي جيرمس كفيروس كسوق هذا لكن جيرك أسكعليه حدي
immune system kaaga Soomaali aan ku sheegay difaaca jirkaaga haduu xoog badan yahay cudurada oo dhan waa iska celin kartaa sidaa jirta marka hadda nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay qofkii saddexda maalmood soomo saddexda maalmood ayaamul biid qofkii soomo ilaahay subxaanahu watacaala wuu xifdinayaa oo inkastoo acmaasha saalixaadka dhan markaas samaysa ilaahay uu ku xifdinayo oo maalmahaasna rasuulka si goone u asxaabta u dhahay sooma maalmahaasi haddaad soomaysaan maalmo maalmahaasa sooma u dhahay calayhi salaatu wasalaam sirta saddexaad marka waxaa waaye caafimaad keliya ma ahan nidaamka difaaca jirka qofka waxaa dhacayo isbedelaa ku dhacayo haddii 72 saacadood qofkaasi uu wax cunin waxna cabin maxaa lagu sameeyey marka nin la yidhaahdo Walter Professor Walter Longo oo jaamacadda South California University SCI la yidhaahdaa SCI oo macalinka ah ayaa tajribo sameeyey isaga iyo inta la shaqaynaysay waxay ku sameeyeen si fiican u dhigays arrintan waa muhim waxay ku sameeyeen bini aadanka iyo dowligii ku sameeyeen oo meel qaarkood isaga dhow waxayna ku sameeyeen waxay baahi waxay ku dileen maaragtay bini aadankana waxay dhaheen soon xayawaankii kalena saddex maalmood waxay ka ilaaliyeen wuxuu cuni jiray iyo wuxuu cabi jiray khaasatan 72 saacadood waa saddex maalmood soonkana waxay u tilmaameen sida islaamka oo kale oo ah qofka markii waagu uu baryo ilaa habeenkii laga gaaro wax cunaynin waxna cabaynin jirka marka isbedel uu sameeyo marka afar waxyaalooda jirka uu sameynayaa marka marka maxaa ku socdo jirkaasi sawir ayay ka qaadeen isbedelada iyo waxa ku dhacayo resultiga soo baxay natiijada idin sheega halkaanan ku hayaa natiijada qofkii rabaan inuu sii akhriyo professorka magaciisa waxaa la yidhaahdaa Walter Longo muslim ma ahan laakiin wuxuu sugay saddexda maalmood oo la soomo afar faa'iido inuu leeyahay immune systemka ana difaaca jirkaaga wuxuu dhahay horta waxaa dhacaya jirka markuu baahi ku dhaco markuu baahoodo 12 saacadood sidaa dhan 12 saacadood soonaa waxaan cunin waxna cabin wuxuu bilaabaa wax la yidhaahdo saving energy jirka in tamartii jirka uu keedsado keedsan markuu bilaabo marka rejuvenation waxa la dhahayaa bilaabmayo oo ah nidaamkaaga difaaca oo jirkaaga ku jiro ayaa wuxuu sameynayaa kow wax alla wixii oo dhiigga cadcad oo damaged ah macnaheedu waxa waaye oo halaabay flash out uu sameynaa macnaha jirku ka saaraya recyclena la dhaha af soomaali waxa waaye qashin qubid wuu qubayaa wuu daadinayaa waa kow si fiican u dhegeyst wixii unugyada dhiigga cadcad oo halaabay aan wax difaaci karin wuu daadinayaa laba kuwa duugoobay unugyada dhiigga cad oo duugoobay flash out u sameynaa wuu daadinayaa jirku ka daadinayaa ama qaab kaabi ama qaab saxara ah jirku dhan uu ka saaraya waa laba waay kuwaasoo kuwii duugoobay waay kuwii horen waa kuwii halaabay waay saddex toxin wixii wasakh iyo sun oo abuurmay jirka ayaa jirkiio dhan u ka saaraya flash out u ku sameynaya afar immune waxaan ula jeedaa dhiig cadcad oo cusub oo awood badan oo faster ah oo dhaqso badan markiiba xanuunka difaacayo ama viruska difaacayo uu soo saaraya marka markaasaa wuxuu leeyahay dhakhtarka jirkii qofka oo dhan ah wuxuu noqonaa nidaamka difaaciisa nidaam cusub oo diyaar ah oo difaac degdeg sameeya allahu akbar allahu akbar cilmigiiya wuxuu taageeraa wixii diinta ay sheegaysa ummad yahay waxaana laga raba keliya maxaa waaye war diintiina ku dhaqmo waa caafimaadaysaa
diintiinu ku dhaqmo oo caafimaadaysaa. Sirta afraad marka oo rabo inaan idiin sheego oo shantii siraan tirinaya, sirta afraad oo aan rabo inaan tii caafimaadka taas meesha ugu soo tegay, haddii aad soonto saddexda maalmood waxaa jiro jirka nerviskiisa qofka wuu degayaa. Markuu dego wuxuu noqonayaa qof brain systemka reflection sameynaya, macnaha maskaxdiisa aaday u fikiraysaa, macnaha talaaban ku degdegayso. Qofka hadal ma ka soo baxayo degdeg ah, qof xasiloon oo degan uu noqonayaa. Wuxuu ka jawaabayaa marka saddexdaas maalmood tajribo oo cilmiya la sameeyey oo ah waa saddexda macnaa saddexdaas maalmood ama saddexdaas habeen oo nuurka ah oo iftiinka ah, waxaa la yidhi waa waqtiyada ugu crimeka badan, dembiyada badan. Xitaa waxaa la soo ogaaday saddexdaas maalmood cilmi ahaan waqtiyada dadka isdilaan, dadka markii oo iscelin waayaan ay isdilaan, marka qofka kontrolka ku yaraado. Laakiin qofkii saddex maalmood sooma oo saddexdaas maalmood jirka ku dhacayo starvationka baahida oo energy saving sameynayo, brain systemkana reflection tafakur badan u sameynaa, ana qofkii ma degdegayo, wax kuma hadlayo markiiba, qof xasiloon uu noqonaya. Soonkaasaa dejinaya. Waa qaybta saddexaad waa markaas, waa deganaanta oo shaqsi ahaan iyo oo maaragta qofka u degaya. Sirta oo ugu dambeysa oo shanaad ah, sunnada badan markaa raac aad samayso, aad fiiri 11 maalmood bishii markaad ka soonto waxaad ku dhowdahay haaf adoo sooman oo kale. Waxaad u dhowdahay soonkii siyaamu Daa'uud. Nabigu waa la weydiiyey soon ugu fadli badan Ramadaanka kadib ma noo sheegi kartaa, markaasuu dhahay siyaamu Daa'uud. Qofkii kari karo see waayaa la yidhi. Markaasaa wuxuu yidhi waxa waaye, maalinna qofku wuu afuraayaa, maalinna wuu soomayaa, 15 maalmood uu soomayaa. Kaasaa ugu fadli badan qofkuu ilaalinayaa ruuxdiisuu ilaalinayaa, qalbigiisuu ilaalinayaa, maskaxdiisuu ilaalinayaa, jirkiisuu ilaalinayaa. Dhakhtar muu u baahnaanays, dhakhtar muu u baahnaanays iyadoo kooban. Waxaan kusoo koobayaa marka qiso yaa badan. Nin oo marka qisada waxa waaye soonka faa'iidadiisa oo dhan, ilaan waxaan ka hadlay marka hore soonka guud ahaan caafimaad. Nin ayaa London yimid, wuxuu u yimid xanuun oo kaga dhacay cudur caloosha ah, cudurada caloosha oo weli kuwa oo seriouska ah. Marka dhakhtarka wuxuu yiri in qaliin lagu sameeyo waa calooshaada. Waxbaa ka soo baxay waxaasi in meesha laga tirtiro waayo oo qaliin lagu sameeyo shaqo badan aan ka qabano, laakiin riskina wadnahaagu gaarsiinayo jirkaaga. Marka waxaan rabaa inaad baxdo oo ciddaadii aad usoo dardaaranto, sababtoo ah 50-50 waa in lagu guuleysan karo. Marka ninkii wuxuu ku laabtay Masar, markuu Masar ku laabtay waxaa isku soo aaday. Markuu laabtay waxay Shacbaan dhammaadkeedii bishii Ramadaan aa ku dhalatay. Marka inuu soo laabtay usbuuc kadib, la socdaya usbuuc kadib inuu soo laabtay ahayd. Marka bishii Ramadaan wuxuu sameeyey dhakhtarkana waxba telefoon uma dirin, waxba lama xiriirin. Dadkan muslimiinta meel kasta ay joogaan isku dhaqan waay, waxuu dhahay bisha Ramadaan inay kaa tagto oo soon la-aan kugu dhacdo. Hadda fiiri aada u xanuunsan la socoya, ana taas ma samayn karo u dhahay. Marka wuu joogay, wuxuu go-aan ku gaaray bisha ciidda kadib inuu baxo. Bishii Ramadaan uu dhammaystay. Markuu dhammaystay kadib ciiddii markuu la ciidaystay ilmihiisii wuu dhudhunkaday, wuu macsalaameeyey, haddaan dhintay caafiya, wixii wuu dardaarmay, London uu ku noqday. London isbitaalka dhakhtarkii markuu keenay, markuu la kulmay wuxuu dhahay niyihow waa soo daahday, cudurka inta inuu ka weynaaday laga yaabaa. Marka waxaan kugu sameynayaa faxsi cusub, baaris cusub oo aan baarayo cudurka intuu gaaray. Bal fiiri waxa dhici doono. Anaga Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu rabaa oo keliya, marka la dhahayo waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja, qofka Ilaahay ka cabsado Ilaahay makhraju u furayaa. Cabsida Ilaahay waxaa ka mid ah wixii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sameyn jiray inaad samayso. Ilaahay wuxuu amray inaad samayso, noloshaadoo dhan janna ku jiraysaa.
جايبت الدين معانك الى تسعة كاملة راحوا وحان كلو ان كدرا يا دايت السونك استحدى ما اسكو حفت اول السومايو نقاطيرتو وحي كلو كدرين قفك ايجينك انا قفك ما بدو قوبة يسلي معنا جير كيسة جير عصول ونقونا يا قفك جوفن ونقونا يا فتلاني هدا قوة هدا قف لن يرو احانا يا قفك هدا دات كنوا اجعله ولي قد ان لن يرا احاذا سونكا كيناي مركا على كل حال أسرار لحد واللحكة اللي هو قفكة إنه صندوقه بين إنك استوى عبادة قفكة مركو عبادة بط صدو ما دقوه بين شيخ ليلة أبو شجاع وكتابك أبو شجاع له شيخ أسحوق قارب بقول إلا باطن يقرر صندوق وحو أرجل نندل يراه مركي لو يدينا أرير شيخه دأذا وحير أو موقالك أقل غدر يما يما هنا وبقول إلا باطن صندوق محاك يعني وحنا وأركت أركت هذا هو عادي ورنت هذا هو عادي مقلك هذا هو عادي أنا لقى أذكر مدعين عرب كحضر كذا هو عادي ما أركت صعد كذا أورد كذا هو عادي صلاة واحد أتكن إنسان نكير صلاة صلاة كافية عن وسقاب فلما يدي سقاب أوله حبنه كان معسك إلى ريجي إلىها وأدومي إلى هنا سبحانه وتعالى ويحفظي وأنت أسوأ واحد أنك هذون لأن وحوى إلهي ما ربطه إنك وحفظيه وذردا لقى عبسنا يورن إن تكبد بعد ما ربطها سماه والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إنك وصل أبته وعلى باري نختارك وحوله قل كان صاقل ورقدي سوردي وحمك صاق هذا وحوله هل سؤال منك ودين كره هؤلاء من إنك إيه مد وقت جاسي آياته أمنين ولا الكيسة هاي وسجى صادر سجى حوله هني هو لين حنون سنة هاي محيقو عيار يساوله لينك مريض كده هاي وحنون سنة محيقو عيار يسا وانك يانا هاي وده حوله هو يقو عيار يسا متيت عراش مركان تعبنا موجودها وحن كات تعبنا عراش نسي الله فري الله حري يدو علامة إنسان كم وغن عراش نشغل على قبض الحديد نختار كيو تكتيوله dooda aan soo koobo markii ay kala bixi waayeen ninkan uu dhahay warniyoon qof baa u tagtay isagoo wax war qof uma tagin wasadan kaas maalo wax kale oo shakhsi aan ku maqnaa markii dambaa wuxuu dhahay markaas inay horumu ku sheega sadan kaas maalmo waxaan sameeyay waxa muslimiinta ay sameeyaan bisha ramadaan ramadaan ma maqashay haawla muslimiinta maxay sameeyaan they fast markaas uu dhahay ramadaan kan waa anoo xanuunsan is ogaa anaga xoga maadaama diintan ku adag tahay masaalida qaar kood oo Soomaalido kale dinti ku adagii ana Soomaali badan saasa jirto oo ku dhawaadays war waxaanu santahay hasoomin oo soomaaya war waxaanu santahay sidaan u dug fadhi ku duko maya oo saagaya saagu ku tukanaaya markaas Ilaahay natiijada uu siinaya marka ninkii wuxuu yiriinayo bishaaran ku haya sawiradan meeshan ku yaalo xanuunki oo qatarta aha oo calooshaada hadhu wadnahan u gudbi laha ee sawiradan cusub حنون كده ما بي ما بجربه جير كاجة وحنو ما كبح وحنو ده علامة دي وتتوسي كان مالها كان مالها كان مالها إذا كشقة سبحان الله جدا إذا ماشي كشة أو كشقة سبحان الله كاسة وحيرة نختار رمضان وطوي نختار رمضان اللي هذا أوتي جويري قلت أنت عسي وحن كسو كوبا يا هدو إلهي رادو أرنتي أهد فضلك سد حدا مع الموت ولا سومايو إلا بدو مع الموت ولا سومايو واثنين كست يا خميس كست يسمك دافن بل والبنا سدح يتوبناتك قفري توبناتك إيشان يتوبناتك يسمك دافن انت اسمك كان كغب حو سليق النبي عليه الصلاة والسلام انك سوق بقى بينايا سليق النبي بحو سوق قاتمانت حتى قرر لك شيكي رسولك الله سبحانه وتعالى قرآنك عكلي هاي مركو كشي كان يا النبي عليه الصلاة والسلام وينك يسمى الله بدنا لقى شيكي رسولك عليه الصلاة والسلام حتى سورة محمد آيات جرت محمد رسول الله لكن سورة الأحزاب إلهي وحجري إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قلت مرتبة وين اللي جالسي رسولك اتكروا اللي جالسي ملا إلهي ملائكتي سبا وحيكو صليا للنبي عليه السلام معاني فربضنا إلا هذا قلنا حريستان دعو ماركتي ملائكتي ودعيني رسولك دبي داف ويدينيس سغون دبي رسولك عليه السلام معصوم انت صدن
مركز أوحى الأمر المسلمين تي وحالي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تسليما. النبي عليه الصلاة والسلام كصلية تشيسة نحريس إلهي أويدية نبتقري إلهي أويدية مركو حالة غير قياب كمدة صلاة دي شانت وقت وحن أقلنا اللهم صلي وسلم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد مركو النوع لابن نوع حاجر تؤصلي النبي عليه الصلاة نوعنا الصلوات الإبراهيمية اللي يرى هذا واسيدة سواء أرورتي أو قعد نصوصة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام نوعنا علوم هذا أي اجتهاد سما يسوحين هذا صلي هدف كيسو حوالي النبي إن لو يدي نحريس يون نبيت قريو مالك هذا قصوة قبط اللهم صلي سي وحببا أقول لحظة اللهم صلي وصلي صلي معنى هذا إله أقول نحريسو وصلي نبيت قليو سي هذا تكوع العليسو ويقول لك أنت اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ويقول لك أنت ما أها حروف أهان لكن معنى أهان وحين الربان كل ما ذا سي قفك أنت أقول بضا إنه قاسيو ذا شام بقول قاسيو ذا بقول قاسيو عرب كال الربا إن لإدبيو عرب كال الربا إن حانت لغا جوجيو ورك معنى لين لغا جوجيو مركم حا من أبي ابن كعب لي إلى رسول كويم عليه الصلاة والسلام مركز وحير النبي عليه الصلاة النبي عليه السلام مركم ويمن أو حير يا رسول الله رسولك إلهه أنا جوا وردي يا وراح نك يا نهاي وردي أنا أخري وأنا دعي استاوله وحن ربا إلهي ودي استا مركو حوله قاب كمد أه ماركتي أذان كوغو صليا قاب كمدنا إلهي سبحانه وتعالى أيان ودي استا وحن ربا مركو حويري صلي النبي عليه السلام إلا انتين كدقا انتين جر أن كوغو صليا ساسوا معناه وحن كهر مريا كهر مرنا يا مركا مالين سيدنا عبد الرحمن بن عوف او الله صعد النبي عليه الصلاه والسلام وحوري انا ودا صعونه ودا شيكيسنين ايا النبي عليه الصلاه والسلام هل مر دلك كو دحاي سجود سلم فران وا استاغ وا سوي عبار وسجود سنا سو فرحه وقصر يا مركاس وسوك مركاس ولا الحمد لله ولا يا رسول الله وحبا سودي حاول جبريل ايمت وحنا وحنا من ان كو شيغو درجة سارة ولو قرسيو قفكي كوصليو هل مر إلهي سبحانه وتعالى توانجر وكوصلنا يا الله أكبر مركز وحوري من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة قفكي هل مر إغوصليو إلهي سبحانه وتعالى ميقو كوصلنا يا توان كجر مركب بقول جرى أخرس اللهم صل وسلم على محمد 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 بقول الجاسيس الله سبحانه وتعالى توبان كل فنايا ما غير غني كن نحرس إلهي كسينايا وكن نحرس معتها نحرس تحوى إلهي وكفر الباب ذا خير كأوطن نحرس ساسوا معنى هذا إلهها كان حيا إلهها دو كان حيا كلو باهمت إنه كان حيا إله ذو كان نحو يأكل أوباه أنت إتكل أوباه أنت إمالها مركا حديث كاسي أوبي مركا وحويري ماشا عن كاسي وحودها انتي مركا رسولك وحويري انت الدون طولها رسولك عليه السلام مركا سويري كورا حدي دعا ذيذا مركا وردنا إمالون لبو دعا ذيذا عن كارلغو سدح ميلوت لبو أذيقنا سدح ميلوت حل أنكو وصلي حداي تاسنا ويفي عنده هاي هداك كبر السن ويكسي في عنده من عقل بدنه هداك كبر السن ويكفي عنده إلى نجا واحد بدنه الربا مركز أو حير كورا هدي نصنا أن دعك لكتو وإلهي واحد ربا ويدستو نصنا أن أريك وصلي مركز يوري تاسنا تيهر ويكفي عنده هداك أنت كزيادة سن كبر في عن رسول قولي أنت كزيادة رسول الله من عقل بدنه ويا كورا هدي لبا ميلات أريك أنك وصلي هل ملنا أن دعاءك لك توحان إلهي ويدسن لها وحير ولا تيهر ويكفي عنتها هذا كزيادة سنة ويكفي عنتها هذا كزيادة سنة ويكسي في عنتها ما كسا وحير يا رسول الله سؤال مكو يديها ما أنت تقول أذيك كرينا نكو صليه أو الدعاء دي وحيرنا أسكرنا فو أذيك كري صلي النبي عليه السلام كو أخري كور إذن ما كسا يا رسول الله يكفى همك
ويغفر ذنبك شيخ هذا سبد الشمر وحي أضرب طورنا ويكفى همك وحوا وح على وحي عليس كسرنا أنا على جاق قاضي هدي حنون تحنون على جاق قاضي هدي دين تدين تلا جاق جدايا هدي إلى من أنت إلى إلمو كسينايا سلني بدت كوي رستان مركاسي مركو أنت أصلهاي مركاسا وحوله مركاسي أجعل سلاتي ما رأيتي عليك كلها ما رأيتي salaad salaad macna saliga aan kugu salaynaayo adiga aan kugu salaynaayo dushaada waxaan ka dhigay waxaan ka dhigayaa wardigeega maalintii oo dhan ana halka marku waxa laga qaatay culumada ee rasuulka wuxuu ogolaaday in maalintii oo dhan asaga lagu salaayo marka intee noqon kartaa marka dhamaar marka waxaan rabaa ku soo gabagabeynaya nin ayaa jirtay saliga nabiga kaleey salaam saliga nabiga kaleey salaam uu badiyay asaga iyo xaaska salaa akhriyay oo deen lagu lahaa oo xabsi sugaaya maalinta ku xigta sheeko dheer waayo laakiin waqtiga ay ugu dhamaaday ninkaasi oo xabsiga sugaayay maalinta ku xigta inuu xabsiga iska xaadiriyay ahayd lacag badan waa lagu lahaa ninkaasi saliga nebiga waxay bilaabeen salaada cishaha kadib salaada waqtiga salaatuleylka way wadeen asagay xaaskiis wuxuu ku heshiiyaa inay ahayd sababta xadiiskan ay soo xasuusteen in wax alla wixii culays ku hayo dhan xanuun deyn lagaa qaadayo salaad cishaha salaada markaasi ninkiiyaa daalay marka saligaa la waday marka hurduu dhacay ayuu nebigu ku arkay calayhi salaam waxaa loo diray nin governor ah inuu u tago oo uu dhaho nebigaa isoo diray wuxuuna ku amrayaa lacagtaas inaad bixiso ay iga guddo hadduu ku dhaho maxaa daliil ah oo calaamad u ah nebiga inaad ka socoto nabi maxamed uu ku soo diray calayhi salaam waxaad ku tidhaahdaa xalay saliga nebiga aad akhrin jirtay nambarka ilaa kun meelahaas u gaarsiin jiray ninkaas lambarkiiaa kaa qasmay oo waa garan weysay nambarkii loogu talagalay inaad gaartay in kale adoo walwalsan aad seexatay cid og ma laha arrintaas adiga ilaah ma ahayn saas ku dheh markaas saa ku dhahdo waxaa ugu dartaa hadduu lacagta kaa bixiyo shafeecadeeda maalinta qiyaamaha anaa u shafeeca qaadayo ilaahay waxaan u weydiinaa jidan si unuu geeyo dembigiisana uu dhaafo ninka waagaa baryay subaxdii wuxuu aaday laakiin waa sali la akhrinaya allahuma sali wasalim calaa maxamed waxaa la akhrinaya salaada cishaha ilaa waqtiga salaatuleylka intaasoo kun waa calaa kulli xaal salaada subax kadib wuxuu u tegay governorkii oo ama ninkii waaliga ahaa wuxuu u sheegay nebi inuu soo diray oo xali riyo uu ku arkay uuna amraya inuu bixiyo lacag intaas la eg uu ka bixiyo oo maxkamadda qaadiga uu u gudbiyo lacagtaas waxyaalaha waa mucjizooyinka oo saliga nebiga ay leedahay oo cajaa'ibta ay leedahay ninkii maxaa dhacday wuxuu dhahay in nebigu kusoo diray lacagtaasi beenbeenaa iga qaadanaysa maxaa caddeynaya wuxuu yidhi waxaa caddeynaya nebi inuu soo diray waxaan kuu sheegaa arrin xalay kugu dhacday oo cidna aanan ogeyn oo adiga ilaah isla ogtihiin maxaa waa arrintaas ilan ilaah nebiga anaa rasuulka calayhi salatu wasalaam nebiga waxaan ula jeedaa ilaaha u sheegayo waxaa dhacday markaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala waa waxyaalaha saalixiinta ku dhacaan nebiga calayhi salaam dad yaraa arko anaa dad badan ma arkaan inkastoo imaamo qaarkood sida imaam malik la yiri habeen walbuu arki jiray waana saddexda waana shanta oo aan sheegi doono waaye shan sifo haddii lagaa helo nebi maxamed calayhi salaam inaad riyo ku arkaysid insha allah waa tajriba waayo oo culummada ay soo martay shantaas waan sheegaya hadduu ilaah yidhaahdo marka ninkan marka wuxuu dhahay xalay saliga nebiga oo kuu tirsanaa aad akhrin jirtay hal lambarka wuu kaa dhumay adoo walwalsanaa seexatay weligaana taasoo kale kuguma dhicin markaas wuxuu yidhi ninkaan run u sheegaya markaas marka sugsugsug u dhahay ha bixin fariin kaleu iisoo faray wuxuu dhahay hadduu lacagta kaa bixiyo u sheeg inuu aakhira inaan u shafaaca qaadayo oo ilaahay subxaanahu watacaala u weydiinaya inuu dembigiisa dhaafo oo jannadana uu galo lacagtii ma aha inuu siiyey labalaaba ugu dhigay wuxuu ugu daray lacag kale oo mahadcelin ah iyo shugri maxla nin hadduu dhooriyaa lagugu arkay ka waran sheeko kale waxaa jirto sheekh weyn oo caalim ah oo anay dhegeyga aan ka maqlay gabar ardada ka mid ahayd waxay dhahda sheekoo xalay nebigan arkay calayhi salaatu wasalaam
waa gabar aad u yar ahayd 15 jir inay ahayd ama leena waxay tiri markaan arkay wuxuu yiri u bishaaray sheekhaaga magacaagu u sheegay sheekhu waa ilmeeyey wuu farxay markaasaan waxa uu yiri su'aal ma ku weydiin karaa gabadhii ha nabiga calayhi salaam waa adagta in la arkee waxaan u maleynaa saliga nebiga inaad badiso maalintii meeqa akhrisaa gabadhii marka wax oo mucjize sheegtay oo dad yar keliya samayn karaan waxay dhahday maalintii 10,000 oo jeer aan akhriyaa saliga nebiga calayhi salaatu wasalaam allahu akbar 10,000 oo jeer maqlis ninkii yaa daacad saxaabiga ahaa oo rasuulku dhahay calayhi salaam inta sadaa kasii badiso inta sadaa kasii badiso ilaa markii dambe uu dhahay wardigayga dhan haddaan ka dhigay kawar wardigii dhan waa maalinta oo nabiga lagu salaynayo calayhi salaatu wasalaam gabadha waxay akhrisaa 10,000 oo saliga nabiga calayhi salaam ninka sheekha caalimka ahaa oo culimmada waaweyn oo masaaridu ka mid yahay haddaan idin sheego magaciisu waa wada maqasheen sheekhaas caalimka ah markaas wuxuu yidhi waa isku yaxyaxay waa xishooday ardadii haddii ardadii ay akhrinaysa intaas anaga xaggeen joognaa waa macnaheed inaan intaas ka badina ahayd ilaahay subxaanahu watacaala hadduu ku waafajiyo tawfiiq waa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku waafajiyo inaad akhriso saliga nebiga aad u fariisato shan ee culummada tilmaamaan imaam maalik habeen walbuu arki jiray nin sheekh ah iyadana gabar kala u timid waxay dhahday sheekhow waxbaa ugu dhacay ma garanaa inaad ii fasirtaan ama maxaa u dhacay markaasaa waxay tiri anay habeen walbaa nebiga riyo ku arkaa sheekh gacantuu saasa madaxa saartay allahu akbar habeen walba haa habeen walba laakiin dhibaa ay haystay dhahday dhibaa ay haystay maxaa waaye inaan faraxdeeda ahayd maya waxay dhahday xali iyo habeen hore ma arkay nebiga calayhi salaam marka inaan kula tashtaan rabaa wixii waxbaa igu dhacay wixii aan rabaa inaan ogaado adna aad tala isiiso wixii anay iska kee bedelayaan rabaa inaan kuu sheegay wixii oo dhan shan culummada wax badan ay sheegeen laakiin ani shan aan kusoo ururinayaa waa culummada waa badan yihiin aan ka hadlayo marka magacooda ma soo wada qaadan karo qaar waxay yidhahdeen horta kulligii waxay isku raaceen in nebiga calayhi salaam inta ugu badan aad ku saliso 1,000 ha ahaato 5,000 ha ahaato 10,000 ha ahaato micneheed waxa waaye bini aadanka iyo hadalkooda ka go ilaahay xus nebigiisa ku salay calayhi salaatu wasalaam culamo qaarkood waxay dhaheen saliga nebiga istikfaarta ka hormaray ama islawad ilaahow dembi dhaafna ilaahay weydiiso adoo nadiif ah tawbad buuxdan kaan marka kuwa maxay dhaheen culummada akhrinta saliga kathratu salaat cala nabiyi sala allahu alayi wasalam nebiga inaad ku saliso wax badan marka lama xadidin laakiin culummada waxay dhaheen inta ugu badan aad gaarsiin karto inaad gaarsiiso marka waxaa laga hadlayaa kumanaana laga hadlayaa ilaahu noo fudaydi laba تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام شخصية داس النبي إنه كل ويناته إنه دو وينيسو النبي عليه الصلاة والسلام اتكال إنه يسو كل ويناني بنا آدن أهان وحن كان لنا مخلوق إلهي أبوري مخلوق وكو وين أكتاب النبي عليه الصلاة والسلام مالك التعظيم كو حسو قلا إلهان علوم هذا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إنه جعلاته مالك النبي جعلاتنا الروح مالك جعشها وكو العلنيسا مقعيس marka inaad ku saliso alayhi salaam taasaaba keenaysa hadda ninka markuu naag jeclaado ma aragtay waa ishilmaamaya afkeeda afkiis waxaa soo maraya uu kusoo celcelinaya mar kasta gabadhuu jeclaa oo rabay inuu guursado uu ishilmaamaya markaasaa waxaa jirta xikmad dhahayso qof walba wuxuu jecelayo ku celceliyaa uu sheegsheegaa haddaad jeceshahay nabiga calayhi salaam saliga akhri marka laba marka waa maxay tacdiim wa xub rasuulilah sal slam nabiga inaad weynayso iyo jeceylkiisa saddex waxay dhaheen sheekhu jumca wuxuu dhahay siirada nebiga qofka inuu akhriyo maalin walba haddaa rabta nabiga inaa aragto siirada nebiga maalin kasta akhri waa saddex waa kow waa saliga nebiga 1,000 iyo wax ka badan intaa gaarsiin karto laba jaceylka nebiga calayhi salaam saddex siiradii nebiga calayhi salaam afar sunnada nebiga inaad noolaysiiso intaa kari karto waa marka salaadaha sunnada duko qur-aanka akhrintiisa maalin kasta waa sunna adkaarta akhrintooda waa sunna laa ilaha illa waxdahu laa shariika lahu lmulku lahu lxamd xabaa kulli shay qadiir 100 jeer wixii nebiga uu samayn jiray inaad noolayso oo sunna ah intii tabartaada kow saliga nebiga calayhi salaam laba jeceylka nebiga calayhi salaam saddex siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam
أفر سنة النبي إن النوليس رقم أهان شن وحدان علوم هذا أنا الرالي هذا مد أفراد حواي سنة النبي إن برطه عليه الصلاة والسلام شن إن تكون لقانته وكلا هرمريه سيرة إن أخر سمارين والب سنة النبي علم أهان إن أبرطه أنت على أنت جالسين كرت سدح إن تكون لقانته إن على أنت جالسين كرت هذا ما أنت أصلا سنة النبي جام برانين تصالح هان وحما أنت ماش أوفر إنه لم عاو حيهد فضلوين هذا هليسان أن وذا هلينا دمان تينا ملائكة نرجوكتو حديث كحولي هاي هدي ضد أي حصايان إلهي سبحانه وتعالى حفتهم الملائكة ملائكته وغشيتهم الرحمة ملائكة إلهي سبحانه وتعالى أجوغيسو ونرجوكت هدا نحريس إلهي راحة كجرنا ذات سوية مركز خير كدقيسين أدود قنته شنطة صدات سماي سومالي والبو نبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله هو أركيسا وشان شاق بضمه وكسع لنا يكو كثرة الصلاة على النبي النبي قناة كسرس انت كن أدقاسين كرتمارين والبو لابا رسولك جعيل كيس يوينين تيس إنو كلوين أد عليه الصلاة والسلام أنا إيمان أحان إن أدفو ما يسنتهي وحكوين ومخلوق أو كخيمة بضن أو إلا هرمريو استاهل مجره هذا حوينها هذا أما استارع هذا قف قدونها هذا سدح سيرديس نولوش رسولك عليه السلام راح نولوش راح هو سيرد النبي عليه السلام إن أخرسته لقد أكنت غانك وأخرسه لقد أكو أخرين كرت وأخرسه أفر النبي عليه السلام سنوين كيس إن أتبرته شن إن أتكون لك أنت سنة النبي عليه السلام كذب النبي وأركس عليه السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال لا بس سؤال ما شاء الله ما شاء الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هاي سؤال الله بس أو فيسبوك السؤال ما شاء الله كردين كرتان لا بس سؤال فيسبوك يلا بس سؤال أو غير أمها الخير قل قاضي إن شاء الله فضل هاي قبل نمر يلا هاي يا كله هالقبر كله بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شيكم هيك ولا سلياً أو صلاة النارية ده صعب من هيك ولا ما خالد عدد اسمه دي أفحم صم عن أكو آخر مسمى آخر سنة في الدار. حاولوا جدا صلاة النارية. عندكم هراوي أنا مركز حنوسن أصلي صلاتنا اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلام كامل على سيدنا محمد الذي تنحل وصص لأخنا ولا خسرنا يا جتو ولا هي مركا وذات كلمة حوير وحبك من جنا وحاس مركا ما تخانا سعرنا تخانا معنا مايا صلي النبي عليه السلام لا بس يا الله أخري هداية وعشرة صلوات الإبراهيمية ونعيك لدونا أصحاب تيسور السيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وكوة قيبت الله بعد تنهد أشيء يسيد ويوسو علينيسا أمان كستو النبي قال أمان سلاة النارية لها عدد الغفرية اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما كاملا على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الكرب وتدعو بالحوائج وتدعو بالرقائق يضعو كوبان ولا شيء دعوة ونبي السليس لغو دعيسان وين بنانته واحد هذا آخر السي وين بنانته وهذا أفصو مالي هذا أفصو مالي واحد ليه ده ماركتي نبي عليه الصلاة والسلام أنكس لنا يا صلاة يسلام رمستران وإلهي إنه كفر فره ماركتي كربضة ماركتي وحي حرحران إلا كفر فرصاص واي واحد ليه سي أبصوماليا دم كو أبصوماليا يو ماركا دعوكستو النبي قلوه أمانا يوي بنانتاي ماركا تنكلي يماهن إلا حديدان ديدا يا ودعوه دعوكستو بنانتاي هو نين شاقا وحوسا مي وحو ألفي ماركتي ألف صلاة مع ألف سلام عليك يا رسول الله ألف صلاة وكن جار أنكو وسلي نبيك مع ألف سلام كن جار وهل مليان
أن كسلامي عليك يا رسول الله أنت سكوع العليه وكوع العليه هو يدين سوبري شيخ وكسو برتي هو يدين سوبري هو يدين سوي حنون ستي كوما يقشي سبتالك أهل مر كوما دوك كسو بحضا وحيدا هذي ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله وين الرمتي ما شاء الله مرك وحاول جيدا علوم هذا وحي اجتهاد سمايا وأمانة النبي أهو بنانته هاي هدي النبي أن لقب حينين أدون نمدي سوي بنانته هاي أوكي قفك قفك وحيدا إن شاء الله عليكم السلام قفك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وين السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ وحميدينا ماما هاي وذكر البدن أخرسه الحمد لله ما شاء الله الله كأغبره قفا ويدي وحير لها شيخ مالنت الجمعها كمانان أيان أخرية مالمها كلا صلاة كذب صلاة والباء أنتو كذو مركا على كل حال قف كاسي وحشيه يا مالمها الجمعها وحاجر حديث رسولك عليه السلام سو أروري أو تلمام أيوه مالمها الجمعها إن تهي سنة قارة إن لزيادية صلي النبي عليه السلام أو نبي الله بن إغاليري مركات أخر سو فلس أو كلمان جمعها واسكتو سالة وكسو وكوها بالقبصان آيه مركي كنجر نبي كسالي سو نبي قال لو شيقا وحالي ليه فلس أيا كنجر كوصالي سي ويكوسو دعي سي ويكوسو سلانتي مركاسا فلس وحاقوها جيبي شفاعي رسولك مركي قفكاس فيسبوك وحاقو بشارين آيه صحوة وسنة جمعها سجونها إن لا بديو مع المها كلام لما جوجينا يو يجنا والغسل لنا النبي عليه السلام هي سوى دم الكسوة عشادي أضر عليها. إيه أوكي ما يا شيخ لما لا الشيخ ما هو دير ذي ندو هذا لما جو سنة الحن صدي مرك الذكر جل وحام قلي إن عاقمات يو والذكر جل لكن حد لكن حكش دي مدام أنجلنا الذكر اللي أنت يا كبري أنا قفك الانتان المامن ان كاهر مرينا يا او ويديي تصبح تصبح مبنايا لاستعماله قفك واسو كوبا يا ها تصبح بقولكي بقول وبنايا لاستعماله وحباك الاولين عدي ذكرت مالهن عدي لي وهسنا مالهن تصبح ان لاستعمالي كريم بقولكي بقول تصبح واستعمالي كرتا لمبر كارتا استعمالي كرتا شن بقول ها هذا اما بقول ها هذا وحديداي مالهن هذا حديداي سؤال شو ولا شيء هذا ويديسي إلهي سبحانه وتعالى أكبر كيو وسفع أنا ويدسي نيدا بهذا كوكوتو عافمات كاسين كوهشو وإلهي عافمات كوسيو أجر مكيليسا وحاني يستيك وحرنتاي ولا شيء هذا أني يستو إن إلهي كرالي جلينيسو إسلام مركز سيد إمام أحمد أو لهي أوكالي إسلام مركز إلهي عافمات كوسيو لابد وهيليسا أجر كي أضربتني وهيلي عافمات كنوهيليسا إن شاء الله صوتو أيدو حجر تو ليسو فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وحلقة فإذا استداد صدقه أبحثته عافمات إلهي صدقه هذا عافمات كوسينا صدقه هذا أبحثته هذا الشقر هذين أنا أتشقك هسه صدقه هذا إلهي سبحانه وتعالى ملكا أبحثته إلهي شقه كوسينا يا ملكا عمل كست الصالحة واحد أني يسته إلهي كوسينا يا that's why قفك مؤمن كأوحوها استا وحان لترنكرين أو نعمة لكن ما استعماله وحال لها علوم هذا وحال لهنا قفك مؤمن كأه أو دين تأنسف عن وفهم سنين وحلم الدهاي قف كريس إبوحان نوع كستو الدواء أو هدو حنون صدو هدو متكوت حنون وقاتو حنون كاسي لوغو تلقالي وعبو أوكالي وكل ريسان أيو ساس أوكالي أي لم تهي على كتاب القرآن كقرقي يالو أما أركتي هداية المنكاه اللي أخرين كتاب كلاي سبحانه وتعالى كتاب القرآن كقرقي يالو ووح وين وأخرنتي سواجب نقطها معلوم من أن أخرنه لكن دتك إضيعان مرك يدو كابن إمام أحمد وحور هاي شيء لبا لبا شيء ولوني يسنكرا هل عمل معنا لبا شيء أما عملك واقيبين كرت أساس وراه مثلا صدق قرت أنا بحثت حلا ذهو صدق أنا بحث ذي وحنوني يستي لبا ذي الوالد يأنيجا يحاسك يعرورتين وحورها إن شاء الله وذ جارسة إلهي سبحانه وتعالى وكريم وايه ثواب كنا
wax xadidaya ma lahan marka intaas oo kugu bishaareynaya u niyeyso wax walbo markaad dikriga akhrisato waxaad dhahdaa ilaahay ugu caafi wixii kaloo aad jeceysaan u niyeyso ilaahayna caafimaadka ilaahay subxaana wa tacaala fii miisaani xasanaati ilaahay ha igu buuxiyo saas dah insha allah caruurta badiya saliga nabiga calayhi isalaam ma ka helayaan ajar caruurta aad saliga nabiga u samayso ama dikriga akhriso ama qur-aanka akhriya ama xifdiya wax alle waxay sameynayaan oo dhan waxaa loo xisaabinaya labada waalid meeshaasna waxa waaye sir aa ku jirto nimco faarax gabadhaasi oo kugu hadal qabsanaya raali ahaa oo su-aasha weydiisay ilaahay khayr ha ku siiyay su-aal aad u fiicnaa weydiisay ani waa ku raaxaystaa ma idinka qarinaayo sababtoo ah ilmeygii anoo dhan habeenkii waxba aan wada akhrinaa marka kuwa waaweyn iyagaa loo xisaabinaya laakiin kuwa yaryarka ah wax alle waxay akhriyaan oo dhan miisaan xasanaadka waxaa la yidhaha lidaalika qofba qofka ka ilmo badan yahay oo ilmahooday ka cibaado badan yihiin wuu ka khayr badan yahay ilaahayna waa kaga dhow yahay intaasaan ku joojinaynaa jazaakum allahu khayran baraka allahu fiikum.